إذا كمواطن مغربي وبعد هذه التجربة الحكومية الأولى اللي كانت انبثقت على الانتخابات الأخيرة البرلمانية الأخيرة، ومن بعد واحد المجموعة ديال ردود أفعال ديال المواطنين تجاه مجموعة من القضايا واللي بينات بأن ما كاينش واحد الرضا تام ديال المواطن المغربي على الأداء ديال هاد الحكومة هذه. الترقب ديال التعديل الحكومي يعني كاين عند المواطن، يعني حقيبه وحده ولا جوج ربما ما غتكونش كافيه متي، ولكن على الاقل غتمس واحد شويه ديال الاحتقان من الاحتقان الكبير اللي عند المواطنين، في انتظار ان يكون واحد التعديل اللي هو اشمل واكبر باش 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 المواطن يرتاح. اذا هاد الوزاره ربما قلنا ديال التعليم العالي والعدل، جوج وزراء ربما هما فقط البدايه، نظرا لان ما كانت مجموعه ديال الخرجات ديال هاد الوزيرين اللي ما كانش محسوبه، وثم ما كانش واحد الاداء على صعيد الاداء اللي هو مقنع على صعيد الوزارات ديالهم. اذا لكان التعديل هذا غادي يكون مزيان، على كل حال غادي يكون مزيان، وغنترقبوا كمواطنين مزيد من الارتياح في انتظار انه يكون واحد التعديل اللي هو اشمل. بعد الوزراء عارفين رؤوسهم خصهم يمشيو ما خصهمش يبقاو، لان هادشي اللي كاين دابا كيروج دابا للمواطن مضرور بزاف. حنا امنا في الله وفي سيدنا، لان لو ماشي سيدنا ما غيكون عندنا والو، سيدنا اللي كيعطف علينا وكيقاد لينا وتيصاوب لنا كل شيء. واش الدار البيضاء باقا واقفه في المشاريع ديالها تاع البناء، واقفه في كل شيء، راه التعديل الحكومي اللي غيكون خصهم، راه الناس عارفين راسهم اللي ما داروش خدمتهم يمشيو بلا ما يافوطيو عليهم الشعب يقول لهم لا سيروا ارحلوا ما ترحل، خصهم ريوسهم يقول لها السويرتات ما قدرناش على المهمه غنمشيو بحالنا، ويجيو ناس اخرين اللي غيخدموا. امنا في الله وفي جلاله الملك. اخويا التعديل الحكومي راه خصو يكون، حيت كيقول لك في راس الشهر ان شاء الله كاين التعديل الحكومي، ما خصش الوزاره خصو يتحيدوا اوتوماتيكمون، فهمتي؟ راك شتي دابا هادشي دابا اللي واقع دابا، فهمتي؟ نسال الله سبحانه وتعالى اخويا يديروا شي حل، هذا هو اللي كاين. ما كرهش اخويا يكون التعديل الحكومي، ما كرهش شي وزاره ضروري تحيدوا، فهمتي؟ ضروري ومؤكد. انت دابا تقريبا غادي لواحد عام ونص تقريبا، راك شتي دابا كاين شي حاجه؟ ما والو، فهمتي؟ نسال الله يكون شي تعديل حكومي ضروري ومؤكد. وكيبان لي بان هذه الحكومه الحاليه تجاوزت الحدود ديالها، وقعوا بزاف الازمات والمشاكل، والشعب المغربي الشعب المغربي حس بديك المعاناه، ومشاكل كثرت بزاف، وكان ضروري يكون هذا التعديل الحكومي، وربما هذا التعديل يكون في صالح الشعب المغربي باش الحكومه تلبي المطالب ديال المواطنين. بعض الوزارات ماشي ما داروش خدمه ديالهم، راه بعض الوزارات ما بقيناش عارفين فين باغي يوصلوا لهاد المواطنين. هاد التعديل ضروري، ولكن يكون التعديل ايجابي ماشي يكون تعديل سلبي، بقاو ديما نكرروا نفس المشاكل ونفس دائما الوعود الكاذبه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.